الجمال بيحتاج ان احنا نحافظ عليه بنظافه البشره بشكل صحي، ودكتوره منى صبري طحان قررت انها تقدم لينا صابونه طبيعيه بخامه طبيعيه ما بتاذيش البشره، ومن خلال المنتج اوناتي او اسم القمر باللغه النوبيه، ومعانا هنشوف منتج مصري صحي ومفيد، فتعالوا نتفرج على التقرير وازاي دكتوره منى قدمت لنا خامات طبيعيه من زيوت وطمي واعشاب وغيرهم، هتدينا الجمال ازاي. انا اشتغلت فتره طويله جدا في مجال التجميل، فتره طويله من 2003، فمن سنه ونص حسيت ان انا لا لازم اعمل دلوقتي براند. معايا ماجستير من جامعه فيينا في الحاجات الطبيعيه والتجميليه، صاحبه براند اوناتي بودي كير. انا عايزه استعمل حاجه جديده مختلفه عن الناس التانيه، ان انا اعمل صابون باشكال مختلفه، لان الفكره دي مش موجوده في السوق كتير. انا بقالي فتره كنت عايشه بره مصر حوالي 18 سنه، تمام، بس الحاجات دي منتشره في اوروبا اكتر من مصر، فالفكره دي كانت في دماغي من ساعه، يعني من فتره طويله جدا، ان انا يعني لما ارجع مصر ان شاء الله هعملها. اوناتي يعني قمر بالنوبي، الحاجات كلها طبيعيه واورجانيك. الوصفات الصابون دي وصفات انا اللي عاملاها، بستخدم فيها اعشاب كتير معاملاه. انا عندي مصنع صغير ومصنع تجميل صغير، وفي بزرع كل النباتات وكل الهيرب كلها بزرعها موجوده في المصنع، تمام. روزماري مثلا زرع عاملاه دي صابونه بالروزماري والليمون جراس والشاي الاخضر، كل الحاجات دي انا زرعاها وباخدها وبعمل بيها، وبستعمل يعني دي صابونه بالخيار، بعملها بالخيار، يعني بعمل فيها خيار، مش مجرد اكستراكت بتاع الخيار، لا بعملها بطبخها بخيار. صابونه الطماطم، صابونه الطماطم دي برضو معموله بطماطم، مش مجرد ان هي لون، لا دي هي معموله فعلا بالطماطم. في مثلا حاجه برضو دي من اوناتي، يعني حصري لاوناتي، دي سكراب للرجلين، صابونه على هيئه سكراب للرجلين بتضيع التشققات تماما. في حاجه زي البلسم بار، البلسم بار ده برضو خالي تماما من الكيماويات وعلاجي في نفس الوقت. الناس اللي عندها مشاكل في سقوط الشعر وبعد فتره من الاستعمال والتقصيف والعشان، بعد فتره من الاستعمال هيلاقوا فعلا الشعر اختلف تماما. انا اي كومنت يعني ما بيبقاش من اي عميل حاجه مش عاجباه بغيرها تماما، يعني اي حاجه انا باخد بكل نصيحه بتتقال. احنا في خلال سنه ونص الحمد لله كنا بادئين، انا كنت باديه من مكان صغير جدا، يعني بنحلق حلتين في بوتاجاز البيت، الحمد لله دلوقتي بقى عندي مصنع صغير اي نعم، بس ان شاء الله يبقى كبير. بفكر طبعا في منتجات تانية، انا بحاول كل فتره ان انا بدخل منتج جديد، لان المنتج عشان ينزل بنزله في السوق او بيحتاج فتره طويله جدا من التعامل، لان محتاج الاول ان انا افكر فيه، اقعد شهر كامل اجربه، وبعد كده ابدا اجربه على ناس تانية لمده شهرين. فعشان اعمل منتج محتاجه لي 3 شهور عشان اقدر انزله، ففي منتجات كتيره قوي نازله بس لما يعدي 3 شهور عشان اشوفها، بس ايه المنتج، هل المنتج الكواليتي بتاعته كويسه، هل المنتج عمل مشاكل لناس تانية ولا لا. فانا بجربه مع ناس من معارفي الاول واصحابي، لما الاقي الدنيا لطيفه بينزل على طول في المنتج في السوق.